بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن نقف أمام السفارة السعودية وللعام الثالث مدافعين عن الشعب البحريني العظيم الذي يخرج في شوارع البحرين العزيزة يهتفون بأخذ الحرية من الطغمة الحاكمة. الحقيقة أن مثل هذه الثورة التي تنبع من قلوب وحناجر الشرفاء في البحرين للدفاع عن كرامتهم والدفاع عن البحرين العزيزة، أسأل الله أن تنتحر الحكومة السعودية وتخرج جيشها من البحرين لتجعل الشعب البحريني يعيش بعزة وكرامة حاله حال بقية الأمم التي يعز عليها أن تكون تحت رعاية حكام من أمثال آل سعود وآل ثاني وغيرهم. أرجو الله أن تكون هذه الأيام هي الأيام الأخيرة لهذا الحكم المتهرع، وأسأل الله أن يديم على الشعب البحريني العزة والكرامة إلى أبد الآبدين. السلام عليكم.